وخلينا نتكلم شوية على نجاحات النماذج المصرية في الخارج، وناخد مثلا محمد صلاح يعني نموذج. النجم المصري محمد صلاح ساهم في تحقيق أفضل انطلاق لنادي ليفربول من في تاريخ مشاركته بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج. كيف يمكن استغلال أو الاستفادة من نجاح المصريين بالخارج بهذا الشكل؟ أقول محمد صلاح اللي احنا كلنا بنفخر بيه وبنحبه، احنا نقدر يعني هو مثل مصر وعامل اللي عليه في الخارج، احنا كيف نستفيد من صلاح أو غيره يعني؟ أقول لك حاجة بقى، يعني أنا يعني يوم التصويت ده أنا يعني ما أعرفش إحنا مش قادرين بالفعل يكون عندنا أفكار خارج الصندوق دي. يعني حتى الآن يعني هذه الجوهرة اللي هي بس مش خدمت مصر أو مش يعني ساهمت في دعم صورة مصر الخارج، ده العالم الإسلامي كله. يعني البعض حاول يربط ما بين لماذا لم يحصل محمد صلاح على أحسن لاعب وفكرة يعني إن السياسة كان لها دور، وإنه كان إنه دوره كمان ك يعني شخصية أعطت صورة وانطباع جيد جدا عن الإسلام بخلقه وبعلاقاته وعن الإنسانية العرب الجميلة بشكل عام كمان. بالتأكيد. يعني أنا فاكر يعني يوميها يعني كنت على النيل، تخيلت إن أنا إنه وزارة السياحة مثلا يعني في هذا اليوم اتفقت إنها تعمل ليلة محمد صلاح على النيل، إنها زي تبقى ما كل بيعملوا بره على فكره، ما هو زي ما بيعملوا على أنا فكره في بقول لك لندن، المسألة بسيطة يعني الموضوع مش احنا مش بنعمل حاجه ما بنخترعش زياده، لا العجلة. اذا كان لندن بيحصل فيها كده يعني ليه محمد صلاح أنا عايز المصري بس بتاعنا؟ يعني أقول لك إن أنا كنت عايز أقول إيه، يعني تخيلت إن أنا عندي حوالي 12 فندق على النيل على الضفتين وعندي برج القاهرة. يعني تخيل إن أنا لو كنت يعني عملت يوم قبل التصويت ليلة محمد صلاح بصوره كلها بالصور المتحركة بتاعته على كل ضفاف النيل على الفنادق وبرج القاهرة، تخيلي قد ايه ان دي كانت يعني يبقى شكلها عامل ازاي. تمام، احنا مش عارف يوميها احنا اتعاملنا على انه حدث عادي لا يعني. مع غير معنيين بيه، يعني انه خبر عادي جدا وبس في قعدنا البتاع. نحتفل بيه على الفيسبوك، يعني لا ما يعني في ينفعش يا جماعة، مجهود لازم اكبر من كده شويه نستغل لازم نعمله هذا لصلاح او الميديوم لغيره. بالفعل، عندنا نماذج كتيره جدا لانه مشرفه معلش انا لمصر. عايز اقول لك في مجال صلاح، في مجال كرة القدم، انت قدامك سنين تانية كتيرة لما تكرر نموذج صلاح، فيجب ان هو كمان يعني اعتقد انه بيخدم مصر قوي، احنا كمان لازم نستغل ده. يعني انا يوميها قلت هو لو فيها ايه المشكلة زي ما بتعمل دبي مثلا على سبيل المثال او الدول الخارجية انها بتحتفي بيومها الوطني بشكل يعني مبهر جدا، دي احنا ما كناش عملنا ده، حد كان فكر؟ احنا هي دي المشكله، لان الرئيس اللي قال لما قال عايزين افكار خارج الصندوق، حد يفكر انه في هذا اليوم كان ممكن انه نحول النيل ده يعني اللي فعل ليه مهرجان كبير وعلى جدا فكرة للاحتفاء بصلاح. المواطنين كانوا هيتعاونوا بشكل كبير جدا، يعني احنا يعني ما بنصدق نفرح، الناس بتحب تفرح وبتحب تخيلي تحتفل انه الناس وبتحب هتبقى قاعده على النيل بالظبط ليله ومش سعيده بالظبط. للاحتفال بمحمد صلاح، سواء فاز بكاس سواء فاز باحسن لاعب، كفايه انه يوصل لهذه القائمه لهذه واحد بالظبط من لازم نتيجة. افضل 3 لاعبين في العالم فيما حققوا في انجاز في سنه واحده، فاز بافضل هدف، جوائز كثيره جدا وارقام كثيره جدا والقاب كثيره جدا حققها محمد صلاح. ازاي احنا هنا بقى نستغل؟ يعني انا ما اعرفش، يعني بحس ان احنا هنا بيبقى عندنا خجل من الاحتفال بالنجاح. يعني لازم احنا نتحدث عن نفسنا، لازم يعني لا لازم نحتفل نفتخر بإنجازاتنا. يعني، يعني عندنا على فكرة حاجات كتيرة جدا نفرح بيها، وعندنا حاجات كتير جدا نتفاخر بيها يعني ما اعرفش انا أمام اندهشت، نفسنا وأمام العالم كله. يعني اندهشت الناس لازم الافكار بتغيب حتى برج القاهره يوميها. انا اتمنى انه يعني في اداره يعني اداره مستيقظه لكل الاحداث اللي بتمر بمصر عشان نقدر نستغلها. صحيح. يعني انا مش عايز اقول لك في دول تانية ازاي بتستفيد حتى ماديا من بعض الاحداث والفعاليات، وازاي بتكون الاماكن حولها يعني اماكن يعني بتقدر بذهب علشان لمجرد انه هيحصل فاير ووركس مثلا، عام ناريه او احتفال بيوم معين او بتاع. طب بالظبط احنا عندنا بقى يعني احنا مش محتاجين، مش ده احنا محتاجين. عندنا الماده بالظبط احنا الماتيريال، الماده عندنا الخام زي ما ماتيريال بقول. في كل المجالات مش في الكوره بس، يعني احنا عندنا في كل المجالات ناس كتير قوي نفرح بيهم ونحتفل بيهم ونتفاخر بيهم سواء امام ما انت نفسنا او دي امام قوتك الناعمه، العالم. دي بالظبط قوتك الناعمه، قوتي. انا لا بالظبط. املك يعني انا مش بتاع اسلحه ولا قواعد عسكريه في الخارج، انا قوه الناعمه،
اللي سيطرت بيها على عقول ووجدان صحيح. وقلوب يعني ملايين العرب وحتى هانت وهنرجع إن شاء الله احسن من الاول الله. ودايما في امل ودايما عندنا يعني ماده للسعاده، عندنا ماده للتفاخر، احنا ما نستقلش بنفسنا ابدا مهما حصل مهما عدى علينا من مشاكل. استاذ عادل انا بشكرك جدا، نورتنا. الله يخليك. الاستاذ عادل السنهوري كاتب الصحفي ورئيس تحرير صوت الامه، شكرا لك مره اخرى، دايما منورنا. كل سنه طيب حضرتك.